ولج يا طشارة يا جاهلة يا لمية يا الخبازة يا الأرملة يا اللي ما عندك رجال يا شكمج. أبدأ سكتي يا الفراشة يا المستاحة يا الكناسة أرملة وقاعد بوحدي أحسن ما عندي زلمة سكراب خرنقع مثل رجلك. ليش اشبي عيون رجلي؟ أها زلمة حوك أو من البس للحمر ولا خضر يصير تشنى باباي بس أولي على الما عندهم باباي ومقضينها مثل ساندي بيل بيب بيب يركضون ورا الزلم. لا أبوي المرحوم ميت بالقبر وأحسن من رجلك ذاك اليوم جانب الحلي يجاني هو بعد صحيت ولقيت روحي وين بالبنكة الله يرحمك يا شناوة ميت وما تقعد راحة. الذبيلي سحر يم بيتي يا طشارة مو خوش أنا علمك إذا ما لغيتك أنت وفريخاتك من الوجود أنا مش بتبون حتى من ورقة الحصة التنويمية هم ألغيكم. عبد سكتي السحارة دازت السحر بيد ابنك هذا عتوقي وجاي تخربون بيتي أنا راويك اليوم إلا خليك أنت ورجش الخرنقع تتبخرون وابنك هذا خليه مسودا ويفتر بالشوارع. يا ملك الجان العظيم يا ملك الجان العظيم تعال بساعة تعال بساعة تعال بساعة. لا 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 ملك الجان العظيم تعال يمي تعال يمي تعال يمي ملك الجان ترى أحرقنك حرق تعال يمي. هذا ملك الجان العظيم تعال يمي أحسن لك. رحت السودة اللي دخلت المصلحة طيب إيش مال كان ينعي جايز السودة انت؟ استعدوا بالرحمن ترى حرام اللي جاي يسوونه السحر والشعوذة إلين احترام صارت مسخرة. ترى بس عيد كان بالعراق هيج أنا بن عمي يشتغل بأوروبا السحر اللي يسووه بأسبوعين بالعراق هناك يشتغلوه بسنتين عيب عليكم. بويا ملك عجان شوية هدى عصابك بعد عمك. اسكت يا الخرنقعي لو بيك خير شاك قضيت مرتك رزلتها دهش أقسم بذات الله أنا اللي سويتك مطي المرة اللي فاتت وما عندي أي مشكلة أرجعك مطي لو رجلي مكسورة وما يسمع واللي أسمع همسن يسوي سحر مرة ثانية أنعل شي بمه وبعيه يلا امشن على أبو هالشكولات.